تصحيح اختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية. اكتب عدد ركعات كل صلاة: الصبح ركعتان، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات. أكمل التشهد: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اكتب صحيح أو خاطئ أمام كل جملة: المسجد مخصص للصلاة وطلب العلم. صحيح: أدخل المسجد برجل اليمنى وأخرج برجل اليسرى. صحيح: تحية المسجد هي السلام عليكم. خاطئ: تحية المسجد هي ركعتان، أقول الله أكبر عندما أنهي صلاتي. خاطئ: أقول السلام عليكم عندما أنهي صلاتي. السؤال الرابع: استظهار سورتي الفيل والكافرون. سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أنا هنا سورة الفيل، ثم سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أنهيناه.